آخر تطورات وضعية المطلب ولاية رقم 25 جربة. اليوم نلقاو روحنا قدام وضعية تنسيقية، التنسيقية اللي في لقاء غدوة مع رئيس الحكومة ووفد حكومي بالقصبة. رئيس التنسيقية الأستاذ المحامي نبيل جميل معنا بالتليفون. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك خويا زهير، ومرحبا بكل الساده المستمعين في اذاعه جوهر اف ام. المعطيات اللي عندي تقول انه التنسيقيه عندها موعد غدوه مع رئيس الحكومه واعضاء الحكومه، غدوه في القصبه، اجتماع بين تنسيقيه جربه الولايه 25 ورئيس الحكومه. صحيح المعطيات وحول ماذا ستتباحثون؟ صحيح المعطيات، واحنا تو في طريقنا الى تونس العاصمه، وإن شاء الله يكون غدوة الموعد إن شاء الله الساعة 11 صباحا بقصر الحكومة بالقصبة إن شاء الله. للتباحث حول ماذا بالضبط أستاذ؟ إذا مطلب جربة ولاية كما نعرفه أنه مطلب قديم متجدد، مطلب معناها شعبي، مطلب تنموي. بالنسبة لنا احنا كتنسيقية اللي تضم جميع المنظمات الموجودة في جزيرة جربة، اتحاد الشغل، اتحاد الصناعة والتجارة، اتحاد الفلاحين، اتحاد المرأة، المحامين، المهندسين، الأطباء، البلديات، المجتمع المدني، الحركة الشبابي، اليوم جربة كلها متوحدة من أجل مطلب جربة ولاية. واحنا المطلب هذا ما جاش من فراغ، جاء نتيجة ما تعانيه الجزيرة اليوم من مشاكل معناها لا تحصى ولا تعد. ابسطها مثلا، اعطيني مشكله بسيطه هكا اكزامبل باش يفهموا الناس. احنا توا عندنا كارثه بيئيه بامتياز، احنا توا عندنا معناها الكارثه البيئيه هذه 10 سنوات ولم نجد لها اي حل. كذلك المواطن اليوم في القرن 21 يتنقل 200 كيلومتر ذهابا وايابا الى مركز الولايه من اجل ورقه إدارية بسيطة، ولا من أجل حتى التنقل إلى مرفق العدالة. هذا اليوم مش معقول، معناه في القرن 21 إنه المواطن، احنا كلنا مواطنين توانسة، فما مبدأ الإنصاف، فما مبدأ المساواة، تقريب العدالة من المواطن وتقريب الإدارة من المواطن هو حق دستوري وقانوني. واحنا بالنسبة لنا كسكان جزيرة جربة معناها كنا فما وعود من الحكومة غدوة للتناقش حول الموضوع في منطق أنه فما قبول مبدئي على قلب الفكرة، وإلا لطرح الموضوع من الأول وجديد. باش نفهموا معناتها غدوة اللقاء باش يتمحور حول ماذا، أو غدوة مثلا اللقاء باش يتمحور حول التفاصيل كيفاش ووقتاش إعلان الولاية 25؟ هذا هو، يعطيك الصحة في السؤال خويا زهير. احنا بالنسبة لنا كان عندنا لقاء أول ساعة، عطينا أول مطلب معناه رسمي لرئاسات الثلاث معناه يوم 23 نوفمبر 2020، ثم كان لنا لقاء مع سيد مدير الديوان لرئاسة الحكومة وتناولنا معناه كل المشاكل اللي تعيشها جزيرة جربة، وقدمنا له دراسة قانونية وعلمية للارتقاء معناها الإداري بجزيرة جربة إلى رتبة ولاية، وكان لنا لقاء زاد يوم 7 مارس مع رئيس الحكومة وكريتوه الناس الكل. المطلب مشروع، مطلب معناها اهالي الجزيره باش ياخذوه بكل جديه. احنا اليوم انه المطلب نتاعنا معناها تتوفر فيه جميع الشروط الموضوعيه. اليوم احنا كما نجي للسؤال نتاعك، احنا اليوم جايين من اجل محضر جلسه لوضع استراتيجيه كامله للارتقاء تدريجيا في الجزيرة جربة إلى رتبة ولاية، واضح، وفي سقف زمني محدد. وكان زمزدة فما لجنة متابعة متناصفة بين الحكومة والتنسيقية. طيب على ذكر السقف الزمني، معطياتي أيضا تتحدث عن إمكانية إعلان إضراب عام في الجزيرة، هذا موجود وإلى لا في الأسابيع القادمة؟ شوف احنا منذ تأسيس التنسيقية عملنا استراتيجية كاملة، قلنا هذا مطلب علمي، مطلب تنموي، مطلب قانوني، ما ناش دعاة فوضى، ما ناش دعاة فتنة. بالنسبة لنا هذا نورمال مود الدولة تعمل التنمية، لكن احنا فما سلوك حضاري من اهل الجزيرة، قلنا ما تعملوناش طرقات، ما تعملوناش إدارات، احنا حاجتنا ولاية، استدعاء الدولة، نستدعو لإقامة إدارات جهوية بجزيرة جربة لحل جميع المشاكل الموجودة بالجزيرة. اليوم الجزيرة معناها تعيش حالة احتقان، واحنا بالنسبة لنا هذه جزيرة جربة اي ذك علاش فما منه حكاية إضراب عام في الجزيرة في بالطبيعة احنا عملنا إضراب عام معناها وأجلناه مرتين توا، معناها الموعد الجاي وقتاش؟ موعد آخر وقت اللي جات الموعد الجاي إن شاء الله نهار 24
نهار 24 من الشهر الحالي. بينتو معناتها بعد غدوة. بينتو أما احنا ديما نقرأ معناها حسن النية. احنا بالعكس غدوة عندكم لقاء حسب نتيجة اللقاء، إما تعلنوا إلغاء الإضراب أو تأجيله أو الإبقاء على إضراب 24 جوان 2021، إضراب عام بكامل تراب بكامل الولاية ولاية شال بكامل جزيرة جربة. ان شاء الله احنا بالنسبه لينا ما نحبوش رانا اللي ضرب العام ما نحبوش راهو اما تلزينا خاطر اللي تعيش فيه جزيره جربه اليوم من حاله احتقان، ونعرفوا انه جزيره جربه باش تحتضن نهائي كاس تونس، باش تحتضن معناها القمه الفرنكوفونيه طبعا سياحي. يلزم الحكومه هذا كلها تاخذها بعين الاعتبار قبل فوات الأوان. واضح، شكرا لك الأستاذ المحامي نبيل الجميل، أستاذ ورئيس تنسيقية جربة ولاية.